بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة واللي هو ليلة رأس السنة هيكون بارد الصبح بدري ولطيف بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على كافة الأنحاء، وكمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة للعظمى فيها 20 والصغرى 10، العاصمة الإدارية 19-11، اسكندرية 20-14، العالمين الجديدة 19-12، مطروح 19-14، دمياط 20-13، بورسعيد 19-12، الإسماعيلية 20-12، السويس العظمى فيها 20 والصغرى 11، العريش 18-12، كاترين 16-4، طابة 18-12، حلايب 23-16، شلاتين 25-14، شرم الشيخ 23-14، الغردقة 22-14، الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 9، بني سويف 20-9، الوادي الجديد 22-9، أسيوط 20-6، سوهاج 21-8، قنا 22-9، الأقصر 23-9، وأخيراً أسوان العظمى فيها 22 والصغرى 10. ومنأكد على المشاهدين مرة تانية إنه في شبورة مائية الصبح، ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية علشان نقدر نوصل أشغالنا بسلام. الصبح ممكن نلبس لبس تقيل، إنما بالليل نلبس لبس تقيل جداً، لأن درجات الحرارة بتنزل يمكن من 3 إلى 6 درجات بالليل. مرة تانية هنرجع لأحمد وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكراً لك يا لمي.